أهلا بكم إلى السادسة. أعلنت وزارة الصحة تلقيح 17,000 مواطن بلقاح سينوفارم الصيني لغاية الآن من دون تسجيل أي أعراض. الصحة أشارت إلى أن اللقاحات غير مخصصة للأطفال والحوامل والمرضعات، مبينة أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من استخدام منصة التسجيل الإلكترونية يمكنهم تلقي المساعدة من المراكز الصحية، لافتة إلى أنها تعاقدت على لقاحات تكفي نصف العراقيين. هذا وبحسب وثيقة أصدرتها وزارة الصحة طالبت المواطنين بالتعهد والإقرار في تحمل مسؤولية تلقي جرعتي اللقاح بعد إدراك الأعراض المحتملة للتطعيم. من جانبه، أكد عضو لجنة علاج كورونا في إقليم كردستان دشت البستاني فعالية وأمان اللقاحات ضد الفيروس. يعني إذا كان هنالك مخاوف يجب أن تنتهي هذه المخاوف بعد تلقيح 1 من 14 شخصا على الكرة الأرضية. لذلك إذا كان اللقاح خطرا أو إذا كان نظرية مؤامرة أو فيها شيء يعني يؤدي إلى ضرر الإنسان، فكان تبين لحد الآن يعني خلال هذه الشهور الأخيرة، حيث وصلت عدد الملقحين بشتى أنواع اللقاحات من أمريكية وألمانية والصينية وبريطانية وروسية إلى أكثر من 500 مليون شخص. لذلك يعني أطمئن جمهورنا الكريم وشعبنا العراقي وشعبنا في إقليم كردستان أن اللقاح أمين ولا يضر، ويمكن أن يسبب ألم بسيط في مكان التلقيح أو حمى خفيفة. من بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور سيف البدر. مرحبا بك دكتور. ما نسبة إقبال المواطنين على تلقي جرعات لقاح كورونا حتى الآن؟ شكرا جزيلا. حقيقة اليوم التفاعل ممتاز. نحن كنا في جولة في جانبي بغداد وبمتابعة من سيد وزير الصحة والبيئة، والأخبار من جميع المحافظات جيدة جدا. إقبال متواصل من خلال التقديم عبر التطبيق الإلكتروني أو المراجعة المباشرة، وأنا من خلال فضائيتكم أؤكد على ضرورة اتباع هذين السبيلين. الأفضل هو التقديم من خلال التطبيق الإلكتروني أو المراجعة المباشرة لأقرب مؤسسة صحية. آلاف الجرع اليوم أعطيت في جميع دوائر الصحة، والحمد لله الأمور جيدة جدا. طيب، أين وصلت دكتور الوزارة بتعاقداتها مع الشركات الأخرى المصنعة للقاح، وهل هناك كمية محددة ستؤمن في الفترة المقبلة؟ التعاقد الرئيسي اللي وصلت أولى وجباته يوم الخميس هو أسترازينيكا، اللي هي 16 مليون جرعة، اللي هي من خلال التحالف الدولي للقاحات وبإشراف منظمة الصحة العالمية، وأيضا نتوقع وصول 2 مليون جرعة من سينوفارم وأيضا سبوتنيك في، وبعد إتمام المتطلبات القانونية التي تخص شركة فايزر أيضا سيكون هناك تعاقد على 3 ملايين جرعة. نعم، المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف الودر، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أشارت مجلة الإيكونومست البريطانية إلى أن فصائل عراقية مدعومة من إيران تحشد قواتها بالقرب من الحدود مع السعودية مسلحة ب1400 صاروخ. المجلة ذكرت في تقرير لها أن تلك الفصائل استهدفت الرياض في كانون الثاني الماضي بطائرات درونز ملغمة انطلقت من داخل العراق، كما أطلقت 2 صواريخ استهدفت الأمريكيين في العراق، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محظوظ بإفلاته من تهديد الفصائل بقطع رأسه ووضعه على طبق على حد تعبير المجلة البريطانية.
ينضم إلينا من أستراليا الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الياسري. مرحبا بك سيد أحمد. بناء على تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية فإن طهران قد تقطع إمداداتها من الغاز والكهرباء للعراق الصيف المقبل، هل من الممكن أن تذهب طهران بهذا الاتجاه؟ تحية لحضرتك أستاذ سفيان وتحية لجميع مشاهدي قناتكم. طبعا أنا أعتقد أنه إيران الآن تعيش مرحلة من مراحل التصعيد الغير مسبوق في صراعها مع الولايات المتحدة، ويبدو أنها حاولت أن تكظم غيظها في فترة ترامب، وامتصت استراتيجية الانفعال التي شكلها ترامب في الشرق الأوسط بالضغط الاقتصادي والعسكري أيضا على إيران إلى فترة بايدن. بايدن الحقيقة يعني إسرائيل سوف لن يكون ظلا لأوباما ولا ندا لترامب، هذا ما قلته أنا، فهو ممكن أن يستمر، يعني هو فعل ماض إيران تدفعه للمضي في يعني تفعيل استراتيجيات ترامب الماضية. فلذلك ما أشارت له الصحيفة طبعا تحدثت عن علاقة الكاظمي بالإنشاءات، أنا قرأت التقرير أستاذ صبيان. طيب. وأشارت إلى أن الكاظمي يعني يحاول أن ينفذ من قوة هذه الإنشاءات، لأنه يحاول أن يصنع كما عبرت الصحيفة كتلة انتخابية عبر تحالفات لكي يزيح الميليشيات من النشاط السياسي، هذا ما قالته الصحيفة. ولكن أعود إلى سؤال حضرتك، إيران ممكن أن تصعد جدا، وأنا فقط أقول يعني إذا سمحت لي بثواني، أن المشهد الذي شاهدته ونزول ربع الله، وربع الله هم ليسوا حركة يعني غير منظمة كما يحاول، يعني حركة تعبوية أبدا، هي حركة مشكلة من ميليشيات يعني ثلاثية العصائر المجاور الكتاب، وهم أعلنوا هذا التنظيم سنة 2018 بعد أحداث البصرة إذا تتذكر، وهذا المشهد نزولهم بالضبط يشبه نزول الحوثيين في صنعاء سنة 2014. أيضا نعم الحوثيين سيدة. رفعوا فكرة أنهم موضوع المشتقات النفطية وتصادموا مع الأحمر ثم انقلبوا على الرئيس السابق. نعم. التقرير البريطاني يقول أيضا أن الكاظمي أمام مأزق بات يكبر كلما تحركت الدولة لفرض هيبتها، يعني ما تعليقك؟ أنا أعتقد أن الكاظمي هو الذي أدخل نفسه في هذا المأزق، يعني هيبة الدولة الحقيقية هي في أن تقول الدولة أو أن تفعل ما تقول، يعني الدولة ليس استهداف الدولة هو كسر لهيبة الدولة بحسب تصور، ولكن أن أن تطرح الدولة استراتيجية ولا تقوم ولا تمتلك الإرادة بتنفيذ هذه الاستراتيجية هو الذي يكسر هيبة الدولة، وهو الذي يجعل الميليشيات يعني موجودة بالشارع ولا تحترم رأي الدولة، ويرفعون صور السيد الكاظم ويهددون بقطع أذنه. هذا تهديد للمجتمع العراقي، هذا تهديد نفس ما فعلته داعش في المناطق الغربية، رفعوا شعار الدفاع عن المظلومين السنة، رفعوا شعار محاسبة الدولة الصفوية وجيش المالكي إذا تتذكر في تلك الفترة، نفس الشعارات ونفس النزول ونفس الأسلحة ونفس الطريقة ونفس السيارات ونفس الألوان. طيب. هذا مشهد إرهابي بامتياز. طيب سيد أحمد، القمة الثلاثية إذا تسمح لي بالمقاطعة لضيق الوقت، من هذه المشاهد نعم، القمة الثلاثية تم تأجيلها بسبب حادث القطارين في مصر، لكنها كانت مهددة أصلا بسبب الوضع الأمني المشحون. هل تتفق مع الرأي القائل أن الفصائل تريد إحراج بغداد في مشروع المشرق الجديد؟ طبعا أحرجت ذهاب العراق باتجاه يعني تفعيل العلاقات الاقتصادية هو محاولة النفاذ من الكماشة الإيرانية التركية، ولذلك هذا أمر مهدد للحضور التجاري في هذا التوقيت الاقتصادي الصعب لإيران. فبكل تأكيد إيران تستخدم أدواتها في الداخل العراقي للضغط. مشهد النزول كان مشهدا ضاغطا يعني، ولكنه ليس مهددا، يعني الدولة صحيح تأخرت بنشر القوات ولكن أمنت موضوع الزيارة. الحادث القطار هو الذي أجل الحقيقة، وسوف يعني هي ستعقد. إضافة إلى أنه هناك يعني الاتفاقيات التي عقدت بين مصر والهند ليست جديدة حقيقة، هو من زمن التسعينيات، يعني موضوع منطقة التجارة الحرة ومن أيام المجلس التعاون العربي حينما عقد العراق مع الأردن ومصر واليمن يعني تشكيل رباعي. العراق يحاول أن يعود إلى التنظيمات أو التحالفات القديمة لكي يعني يحاول أن يشكل ضغط على تركيا وإيران، لأنهم يتحكمون بالواقع التجاري
والسياسة العراق، وأنا أعتقد هذه خطوة جيدة. نعم. الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الياسري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كورونا تنقل الفن الرابع إلى منصات التواصل الاجتماعي، ومسرحية تهاجم ستين السياسة. القصة الكاملة مع حيدر تشلبي. في غرفة لا تتعدى مساحتها 16 مترا مربعا، صنع علي صالح مسرحا خاصا به بعدما أغلقت إجراءات الحظر بسبب كورونا المسارح وعلقت العروض. علي طالب في قسم الفنون المسرحية بجامعة بابل، يقدم عروضه عبر مواقع التواصل من جهاز كمبيوتر سماه مسرح كورونا، ومن عروضه سين وهو عمل مونودراما استخدم في تصويره هاتفه النقال. دائما بالمسرح الجمهور هو يجينا، فكرت في هالمرة ليش ما احنا نروح للجمهور، انه وضع تعبان انه من وراء جائحة كورونا، ليش ما احنا نروح للناس عن طريق السوشيال ميديا. اتفقت مع والدي انه انا اكون من غرفتي اللي هي 4 أمتار جدا قصيرة، انه اصنع هذا المسرح الصغير بغرفتي، جدا بسيطة، مجرد اضوية تعويضا عن اضوية المسرح الاحترافية. اشتريت القماش وعلقناه واشتغلنا. هذه التجربة قد تخلق نمطا جديدا في العروض المسرحية خلال الأزمات، على الرغم من افتقارها إلى تفاعل الجمهور الحي، النقطة الأهم في فن الخشبة، ونجاحها يعتمد على قدرة الممثل في التأثير إلكترونيا بجمهوره بحسب مختصين. استطعنا احنا من خلال التواصل الإلكتروني والمنصات الإلكترونية أن نخلق نمط جديد نتواصل اجتماعيا مع الآخرين. هاي التجربة بدينا نعززها ونحاول أن نوصل بها إلى مستوى من النجاح، وهو نمط مؤقت أنا أقدر أسميه، لأنه المسرح تجربة حية كما تعرف يعني ويعرف الجميع، أنه أكو تفاعل بين الممثل والجمهور. وناقش العمل المسرحي سين قضية حرف دائما ما يبدأ به السياسيون العراقيون كلامهم، سنعمل سنعمر، ما ولد كرها مجتمعيا لهذا الحرف الذي بات يرتبط بأي وعد يقدمه السياسيون قبيل الانتخابات خاصة. من كربلاء حيدر الشلبي، UTV. الخضر نقطة ارتكاز 3 مدن جنوبية ومركز زراعي شكله العثمانيون وتحول إلى وجهة للملوك والرحالة الأجانب. على بعد 32 كيلومترا جنوبية السماوة وعند نهر الفرات تقع مدينة الخضر. المدينة أخذت تسميتها من مقام الخضر فيها، وهو مزار معروف. تحولت الخضر إداريا إلى قضاء في مطلع 70ات القرن الماضي، فيما يبلغ عدد سكانها حالياً 120,000 نسمة. قضاء يمتد تاريخه إلى عام 1892 عندما صدر الفرمان العثماني بتأسيس ناحية خضر الدراجي، ناحية من الدرجة الثانية قياساً إلى التسلسل الإداري العثماني في ذلك الوقت. التسمية المدينة نسبة إلى مقام العبد الصالح الخضر. تبلغ مساحة مدينة الخضر 1000 كيلومتر مربع، ويسودها طابع عشائري رسخ هويتها الزراعية. تقريبا هسه مختلف العشائر، العشائر اللي بارزة أهم شيء عشيرة الجوابر اللي تسكن قضاء الخضر قديم زمان يعني، وبعض العشائر التوبة والفرطوس. في البداية امتحنا مهنة الزراعة معي، بس الزراعة وكم حرف صغيرة كانت هناك. لا يمكن أن تتجول في الخضر إلا وتزور مقهى حسن أبو كرخة أقدم مقاهيها. أما هذا الزقاق الضيق فهو أقدم أسواق المدينة، وبين درابينه مر ملوك العراق. زارها الملك فيصل الأول، وزارها الملك غازي، وزارها الملك فيصل الثاني، وزارها رحالة أجانب، زارتها شخصيات حتى أنه طبيبة أمريكية زارت هذه المنطقة سنة 1937 عندما أسست في مدينة السماوة مستشفى الأمومة والطفولة وجمعية رعاية الأطفال. كثير من مسافري الجنوب والشمال كانوا حين يمرون بمحيط المدينة يتوقفون عند مطعم الخضر السياحي لتناول كبابه الشهيرة، فقد كان استراحة لمن يقصدون البصرة والناصرية وبغداد. وتحتل مدينة الخضر موقعا استراتيجيا، حيث يحدها من الشمال السماوة، ومن الجنوب البصرة، ومن الشرق ذي قارة. من قضاء الخضر خليل بركات، UTV. كل هذه الأخبار وأكثر تتابعونها في نشرة الثامنة. يمان الله.